السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الحروف رجع لكم جديد، تبارك الله ما شاء الله. شوفوا الخضار، هذا من نعمة البطر، هذا من نعمة رب العالمين علينا. اللهم اجعله صيبا نافعا، تبارك الله ما شاء الله. السنة هاي الحمد لله رب العالمين، كل المنطقة تقريبا خضرة خضرة. أنا طبعا بصور لكم من أراضي النعيمة، هاي أراضي النعيمة يعني قليل جدا تكون زي هيك الزرع فيها لهذا الحد. والحمد لله بنعمة المطر كان الزرع السنة تبارك الله عليه. هاي قدامكم اللهم بارك. طبعا هذا خط عمان الرمثة، اللهم بارك. هاي المساحات قدامكم كلها تبارك الله ما شاء الله خضرة خضرة على مد النظر، سبحان الله. الجبال هاي خضرة خضرة، اللهم بارك. طبعا كان معكم أبو الحروف، ها هو أبو الحروف، اللهم بارك، تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا أنا بصور لكم من شمال المملكة، منطقة النعيمة، ما بين النعيمة والرمثة. شوفوا تبارك الله، شوفوا الخضار، شوفوا الربيع السنة، شوفوا الزرع السنة، اللهم بارك. كله بفضل الله تعالى، بنعمة المطر، الحمد لله على نعمة المطر. وبديش أطول عليكم، بس حبيت أفرجيكم الخضار والربيع في شمال المملكة. هاي صورة أخيرة على مد النظر، وبدي أحاول أقدم لقدام شوي، اللهم بارك. كان معكم عليان الخطيب أبو الحروف من محافظة إربد شمال المملكة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.